يمكن بعد مباراة امبارح اكيد قناعاته زادت قوي ان الاهلي باختيار يكون النادي طرف الاهلي. ليه، باختيار النادي الاهلي. واكيد يمكن شويه الهريفي كان كلامه عن النادي الاهلي، فؤاد انور مرحب جدا بالنادي الاهلي، لكن انا فهد الهريفي يعني الكلام ده من شهرين انا سمعته في قناه رياضيه من شهرين على الهواء مباشره، وكانت وما كانش الهدف من اللقاء، ما كانش الهدف من اللقاء ان هو بيسالوه عن ماتش اعتزاله، ده كان هو بيحلل المباراه، فسالوه بالمناسبه ماذا يعني تقول ايه عن تكريم فؤاد انور، فاتكلم عنها من شهرين، فقال طب لو انت في ماتش اعتزال، قال لك بالفعل انا هيكون لي ماتش اعتزال قريب جدا، فقال له تختار مين طرفك، قال لك اتمنى يكون النادي الاهلي المصري. استاذ علاء هاخدك للقاء بصراحه كلنا سعدنا بيه، سعدنا بيه من الاجواء، سعدنا بيه من طريقه الاستقبال لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي ككل، مجلس اداره النادي الاهلي، السعوديه او المملكه العربيه السعوديه الشقيقه امبارح كانت تحتفل بوجود النادي الاهلي في الرياض. لا بالحدث بصراحه كان يعني غير شويه مفهوم مباراه الاعتزال، يعني كانت احتفاليه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، ولما بيروح اي مكان بيكون احتفاليه، لكن الاجواء امبارح كانت اجواء فيها حاجات كتير جدا تحدث لاول مره، يعني ان يكون الجمهور النادي الاهلي هو 99% من الجمهور، رغم ان المحتفل بيه نجم كبير جدا، نجم سعودي مش عادي، يعني فؤاد انور ده نجم غير عادي، نجم مونديالي، وبعدين ده جايب جونين في كاس العالم، وكابتن مجدي عبد جايب جون، ويعني مطلع عينينا هنا كمان جايب جونين. انا كتبت عنه في المجله ده نجم كل المونديالات، ده اللاعب الوحيد يعني انا مش عايز اقول في العالم يعني، لكن انا يعني اجزم ان هو اللاعب العربي الوحيد اللي لعب كل كاسات عالم، كل كاسات عالم في كل المراحل السنيه، يعني ما فيش لعيب عربي تقريبا لعب ناشئين وشباب ومنتخب اول ولعب دوره اولمبيه ولعب كاس عالم الانديه، اعتقد صعب جدا ان كانت رجليه جامده يا استاذ علي. نعم كانت رجليه جامده قوي في الشوط. لا ما شاء الله عليه، وكان لاعب وسط مدافع، ما كانش راس حربه. فلكن الاجواء امبارح لا، يمكن مداخله فؤاد انور مع القناه امبارح هنا ان هو بيقول ان المهرجان اعتزاله ده هيغير من مفاهيم مهرجانات الاعتزال عند النجوم السعوديين، لا انا شايف ان هو محق جدا جدا، يعني اي نجم سعودي امبارح وشاف جمهور الاهلي، ويمكن كمان الاهلي كمان ظروفه منعته او حرمته انه يروح بفول تيم، كمان لو الاهلي بفول تيم لو كان في مساحه وقت كان ممكن الموضوع طبعا كان لو فول تيم كان الوضع اختلف جدا، كمان ساعه الملعب كمان الناس عارفه ان استاد الملز ساعته 24000 او 28000، فالجمهور اصلا كده كده عارف ان ساعه الملعب مش هتسمح ليه ان هو يروح بكثافه، في ناس بتبقى قلقانه طبعا لما تبقى عارفه ان المدرجات صغيره وان الاقبال كبير جدا، بس جمهور الاهلي لا جمهور الاهلي حاجه ثانيه، لكن حاجه مختلفه يعني يمكن النهارده او كان قبل كده كنت سمعت ان فهد الهريفي وده نجم كبير جدا في السعوديه اختار النادي الاهلي طرف المباراه اعتزال، واكد الكلام ده امبارح، يعني امبارح بيقول ان انا او تصريح لنزيله النهارده بيقول ان انا قبل كده لما الامير تركي آل الشيخ استضافه وقال له ان هنعمل لك مباراه تكريم على غرار مباراه فؤاد انور، وفؤاد انور اختار النادي الاهلي، انت تختار مين؟ قال لك برضه هختار النادي الاهلي.